بالعادة يوم الجمعة بحب أفرجيكم أشياء حلوة، أخذكم على مناطق حلوة، نتعرف على الأشياء اللي موجودة في بلدنا الحلوة. أنا موجودة في واحدة من الغابات الحلوة، ولكن بالحقيقة هي مش حلوة. رح أحكي اليوم عن موضوع النفايات. كلنا منخبيه، لازم نورجيه، ولازم تكبر عشان تصغر. موضوع شائك، موضوع متشعب، ومليون واحد مسؤول عنه، ومليون مبادرة طلعت بس بتصوروا ومبسوطين عليها، بس ما في استمرارية. اليوم راح أحكي عن هذا الموضوع في غابات مختلفة من الأردن. يمتلك الأردن مساحة حرجية محدودة جداً، 0.9% من مساحة المملكة البالغة بنحو 89,342 كيلومتر مربع. والأردن خلال 30 سنة الماضية فقد حوالي ثلث غاباته الطبيعية بسبب عدم الانسجام بين الطبيعة والإنسان، أي عدم الوعي بأهمية وجود الغابات في حياتنا. مبادرات كثيرة طلعت، واحدة من هالمبادرات اسمها همة ولمة. تعشمنا، قلنا تعشمنا خير، قلنا رح تحاول تنظف اللي عم نشوفه بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ومدارس ووزارات. ولكن أحياناً في مثل بيقول من كتر الطباخين بتنحرق الطبخة، ولا لا يا لانا؟ صح. تقريباً رح يصير لكم سنة كنتم متأملين في مبادرة مليونية رح تنطلق من كل الأردن بكل واحد بمنطقته عشان نطفوا المناطق الغابات اللي محل ما بيجي الناس، مشكلة محل ما بيجوا الناس بقعدوا بيشطحوا، بس ما زبط كتير. همة ولمة احنا بدينا هديك السنة كان الهدف من الموضوع انه نعمل تأثير ونفتح عيون الجهات الرسمية والخاصة الكل انه عندنا مشكلة عم بتصير بالبلد، هي مشكلة النفايات بكل محل عم بيكون، واحنا بقطاع السياحة لانه عم بيجينا كومبلينز كتير عليها هاي القصة، شكاوي انه الناس بتحب البلد وبتحب تيجي على البلد ولكن مشكلتنا هي النفايات وين ما منروح. عندنا مناظر رائعه، عندنا مواقع مهمه جدا، مهمه عالميا، ولكن المشكله بترجع لقصه النفايات وبترجع لقصه الخدمات المقدمه بهاي المواقع. وزي ما انت شايفه اشتفينا واحده من الغابات اللي تنظفت على اكثر من مره من قبل المجتمع المحلي باكثر من جهه، ولكن لسه عندنا نفس المشكلة، عم بيجي الناس الزبالة عم تنترك بمحلها وبتركوا بيروحوا ولا كأنه في إشي صار. كثير منيح. ليه الناس عم تترك زبالتها برأيك محلها؟ ليه بتيجي؟ شوفي يعني وين ما عم نتطلع الحمد لله يعني أكتر شيء أكتر من الشجر الزبالة طبعاً. ليه الناس؟ إيش اللي خلى الناس توصل لها المرحلة هاي؟ ما كان هذا الحكي زمان. في عنا غضب شعبي بتحسيه بين الناس، بتحسي كل واحد بتصرف في عنده مشكلة، هذا سلوك، هذه أخلاق، هذا الإشي ما كان عندنا موجود زمان، ولكن هاي الأيام عم بتحسي في غضب، وهذا الغضب بيطلع لما بيجي هون بقول لك يا سيدي ليه ما تقيم زبالتك تاخذها أو تطلع فيها، بيجي بقول لك في عمال نظافة خليهم هم يعملوا أو خلي هاي البلدية تنظف، إحنا ما إلنا دخل ننظف. ولكن أنت لما بتقولي أخلاق، يعني أنا بطلع بدي أعمل شطحة أقعد هون تحت الشجر بلم زبالتي وباخذها وبطلع فيها، لأنه أكيد ببيوتهم ما بيعملوا هيك. كنت عم تحكي لي أنه أنتوا تتشعب القوانين، تتشعب مين مسؤول عن هاي، يعني ممكن شارع واحد يكونوا ثلاث مؤسسات أو ثلاث وزارات مسؤولين عنه. كيف يعني؟ اكتشفنا أنه أنت مثلاً عندك الشارع اللي بيودينا هلأ اللي إجينا منه اللي كنا طالعين منه من عمان لجرش، هذا مسؤولية الأشغال، هذا تابع للأشغال، مسؤولة عن النظافة الأشغال، والمسؤولة عن نظافة الشارع هي الأشغال. الجزر الوسطية اللي موجودة بالشارع كمان أشغال، هاي لازم مثلا يقيموا العشب اللي عالق على الاطراف الجزر على اساس ما يعلق فيها كل انواع الاكياس البلاستيك والزباله وهي الشغلات. بتروحي على مثلا
خلينا نقول الموقع السياحي أو الأثري بيرجع هذا تابع لوزارة السياحة والأثار. فبالتالي في عندك 700 جهة مسؤولة عن النظافة، وكل واحد بزت على الثاني وبتصفي، بالنهاية ما في حدا منظف. اجتفينا فيها غابات السنديان والصنوبر والبلوط والنفايات. نحن كمواطنين علينا مسؤولية، الحق الأول علينا، هم الحق الثاني، احنا الحق علينا اكيد. انه انا برايي التعليم مش تعليم بصم كتب بس، تعليم لما يقولوا حب وطنك هذا حب الوطن. فمش بس نبصم تاريخ وجغرافيا ورياضيات وعلوم، لازم نعلمهم يكون في منهاج كيف تحب وطنك، كيف تحافظ عليه. زمان كان في كشافه، كانت المدارس كلياتها تطلع، كانت تطلع يعمل مبادرات، ينظفوا يزرعوا يدهنوا. المدارس كانت تعمل هيك لأنه الولد بصير يحس حاله أنه هو جزء من هذا البلد، هو عم بيعمل فيها إشي. هلأ ما في اللي واجهناه مع التربية والتعليم أنه في كتير مبادرات بالبلد، أوكي مبادرات وكلها بتروح للتربية والتعليم أنه بدهم الطلاب يشاركوا فيها. إحنا اعتراضنا كان على هاي القصة أنه أنت ما بتقدر 30-40 مبادرة تدخلهم براس الطلاب، أنت ابدأ واحدة واحدة عشان تثبت براسهم. انت حكيتي شغله مهمه، زمان كنا نطلع ننظف، كنا ننظف بمدارسنا. هلا الاهالي بيطالبوا وزاره التربيه والتعليم انه ممنوع اولادنا ينظفوا لانه عيب، ما بصير يعملوا هذا الشيء. بعد يومين يوم الجمعه الجاي رح يجوا الناس ويقعدوا هون، مشكله انهم بزيحوها بقعدوا طبعا. طب يعني انت ما بتخاف على اولادك؟ ما بتخاف يلقط له شيء جرثومه، شيء جردون، شيء حردون، شيء؟ يعني هون كتر خيره مغلب حاله اللي كان هون بغابه اشتفينا، حط الكيس عباه تركه. طب لو اخذته معك بالسياره يعني وباقرب حاويه زتيته، وصلت على بيتك حطيته، شو بيمنعك؟ ايش بيمنعك؟ ما بفهم. هلأ في كمان نقص خدمات، في نقص قوانين وعقاب. هاي أنا معك 100%، نقص قوانين. إحنا مش معقول كل مواطن مع عامل وطني اللي موراه. لا أكيد لا، الحس الوطني عندنا أظن معدوم. رايح معدوم. ما في. نحن هلأ بغابة واحدة اللي هي اشتفينا، لو بدنا ننزل كمان أكتر تحت فيه وفوق فيه وشرق وغرب وكل ما عيني على قدامي المنظر. لما طلعتوا لميتوا قديه؟ لميتوا كم طن؟ انا كنت بمتنزه عمان القومي، احنا لمينا وصلنا 340 طن بالراحه بكل المواقع اللي كنا فيها، لانه احنا كنا اصلا بما يعادل 50 موقع بكل انحاء المملكه. كان الهدف من الموضوع انه نعمل تاثير، لانه احنا ما في شيء كان هدف من الموضوع الا حب البلد. هلا شفتي مرقنا من البلديات عبين وعبلين، ماساه طريق، تدخلي عجلون ماساه، بتدخلي شفتي جوانب الطرق كلها على الطريق كانت كلها نفايات. فيعني مش معقول، يعني ما بعرف مين المسؤول عن هذا الحكي. شغلة تانية بتضايق انه ما حدا عم بياخد اكشن بهذا الموضوع. بس انا حاسة حالي قاعدة بمكب نفايات. شكرا. انا مش قاعدة بغابة. لا مو غابة هاي. لا أكيد مش غابة. تعال تفرج، فوت عوامر. احنا ماشيين بشارع اشتفينا لقينا هذا المنتزه الحلو. شوف كيف حاطط لك كراسي، طاولات، منائل، سله نفايات، مكان واحد يقعد، مسكر. فمعناته بنقدر نعمل نحن زي هيك بغاباتنا ونحافظ. شوف ما احلاها والله، بتفتح النفس حتى في يوات وليتات. خلينا نشوف طارق المؤمن اللي هو صاحب هذا المشروع الحلو، عمره سنه بس ناجح. عم بسأله بقول لي ناجح والناس ملتزمة بالنظافة وكل شيء. يا طارق تعا جاي. أهلا وسهلا ديالا. احكي لي عن مشروعك هذا. الناس أنا أهم إشي أعرفه، الناس التزمت في اليافطة اللي كاتبها حافظوا عن النظافة وعلى الهدوء وعلى الأشجار وعلى كل شيء. يا ستي إحنا واجبنا قمنا فيه يعني بالدرجة الأولى، وفرنا لهم مكان بخدمات ممتازة. كان هدف من أهداف المنتجع أنه نرفع الوعي عند الناس بأنه يلتزم بأمور النظافة لما يقوم بعملية الترزق.
غاباتنا في الأردن هي نسبتها أقل من 1%. 70% من 1% موجود في عجلون. وإذا إحنا والناس اللي بيجوا علينا على عجلون ما حافظوا على هذه الغابات وعلى نظافتها، صراحة يعني راح يكون وضعها مأساوي في المستقبل القريب مش البعيد. جينا على غابة تانية موجودة في منطقة زي جلعت تحديداً. هاي زي ما عم بتشوفوا بحر من النفايات، بحر ممتد، سجادة اللي بدكم إياها سموها، المهم إنها كلها نفايات. وبرضه الناس بتيجي يوم الجمعة والسبت بتقعد هون وبتستمتع بالشجر الحلو هذا اللي مش قادر يتنفس. يعني هلأ رح أفرجيكم شجرة كلها أكيد ما رح تكبر ورح تموت ومخنوقة زينا، كيف أنا وياك يلا مخنوقين واللي عم بيشوفونا مخنوقين، الشجرة كمان مخنوقة بتقول ساعدوني. شو الحل؟ شو الحل لنخلص من هاي الآفة، هاي الكارثة البيئية اللي حلت على الأردن؟ لازم يتطبق القانون، لازم تفعيل وتطبيق القوانين. في قوانين؟ في قوانين ولكن غير مفعلة. لما ما بتتفعل القوانين ما في إشي رح يمشي. هاي الغابات عنا المفتوحة تنعطى للقطاع الخاص أو لجهات ناس معنية مهتمة بهاي المواضيع، تتسيج وبتصفي إلها دخوليات وبتصفي بتعطيهم كيس وهم داخلين ترجعي لهم جزء منها وهم طالعين، اللي الناس تتعود. لازم يشتغلوا على تغيير السلوك. بعد ما شفتي هذا المنظر شو بدك تكملي ولا بدك تنسحبي؟ إحنا لسه رح نضل مستمرين، ولكن هذا كله بده شغل. نحط إيدينا، الكل يحط إيديه بإيديه مع بعض، ما بتزبط جهة واحدة تشتغل عليه، كل الوزارات يجب أنهم يتحدوا مع بعض، لأنه هاي بالنهاية إحنا عم نحكي الأردن، المظلة الكبرى هي الأردن. وأنا بدي هقول شغلة، من آمن العقاب أساء الأدب، وهذا واضح لأنه نحن مطمنين بالنا ما في حدا راح يحاسبنا. أنا بعتذر إن اليوم خليتكم تصحوا وتشوفوا على هيك منظر، ولكن زي ما بقولوا إذا ما كبرت ما بتظهر.